في دراسة حديثة كشفت عن ارتفاع أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى 5 مليار شخص، يعني أكثر من 60% من سكان العالم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. نعرفين إن سكان العالم تقريباً 7 مليار. شات جي بي تي أو برنامج شات جي بي تي بيتصدر اهتمامات المستخدمين في عمليات السيرش، وده بيعكس قد إيه هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من حياة البشر. صحيح يا مصطفى، خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات اللي منورنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني احنا بنتكلم عن 5 مليار شخص زي ما قلنا، 60% من سكان العالم. أسباب ارتفاع أعداد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يا فندم؟ أول حاجة يعني أسباب الارتفاع بتترتب على كترة الموبايلات الذكية اللي بقت كتيرة قوي بشكل مريب، وكترة برضو الأدوات التكنولوجية زي النظارات اللي هي اللي نازلة جديدة وكده، فبالتالي بتسبب دخول البشر على الإنترنت بشكل كبير جدا. وطبعا تنوع وسهولة استخدام المنصات، دلوقتي أي منصة بقى سهل جدا حضرتك تكوني عليها في ثواني بسيطة، لأن تسجيل الدخول عليها ما بياخدش 5 ثواني وحضرتك تكوني مسجلة تكون عليها. تالت حاجة برضو التسويق والتجارة الإلكترونية، دي حاجة مهمة جدا بقت على المنصات الإلكترونية كلها، وكمان الفيديوهات وتنوع المحتوى اللي موجود بقى بشكل انتشاره أسرع بسبب الفيديوهات الطولية الكبيرة، اللي هي الفيديوهات الطولية القصيرة عفوا، اللي هي بتكون متوفرة على جميع المنصات دلوقتي، لأن سهولة الحصول على المعلومة من الفيديوهات دي حاجة برضو بقت سهلة جدا بين الناس. بعدين في برضو نقطة مهمة لازم أنوه عليها، أن أي محتوى نازل جديد بتلاقيه موجود على السوشيال ميديا، فبالتالي بتلاقي فيه سهولة مشاركة المحتوى بين الناس، فده بيخلي الناس تنتمي أكتر وتفضل موجودة على منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فدي حاجة مهمة برضو. التأثيرات الثقافية اللي بتكون موجودة برضو على شبكات التواصل الاجتماعي تأثيرها بسبب مشاهير الإنترنت اللي بيكونوا موجودين وبينقلوا معلومات من هنا لهنا، فبالتالي بيأثروا على بعض وبيخلوهم عندهم انتماء أكتر برضو لمنصات التواصل الاجتماعي. طب يعني أنا عندي بصراحة فضول أعرف من وسط 5 مليار مستخدم دول، العالم العربي أو مصر تحديدا، المحتوى اللي بيستخدموه إيه؟ يعني في أحدث الإحصاءات إحنا بنخش على مواقع إيه عاملة إزاي؟ إذا ما قورنا بالدول الأوروبية أو الولايات المتحدة بتخش على مواقع عاملة إزاي؟ في اخر احصائيه حصلت وصدرت في يناير 2022 من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ان عدد مستخدمي يوتيوب في مصر 46 مليون فاصلة 3 مستخدم، وده يعني عدد كبير جدا ويمثل حوالي 88.7% من اجمالي مستخدمي الانترنت في مصر، فيعتبر اكبر منصه مستخدمه او يتم التداول عليها في مصر اليوتيوب، لانه اليوتيوب عليه محتوى كبير جدا ومتنوع زي ما حضراتكم شايفين، وخصوصا بعد ما يوتيوب ضاف ميزه الشورتس او الفيديوهات القصيره الطويله، لان المستقبل كله قادم على الفيديوهات الطويله القصيره، فتنوع المحتوى فيها زي ما حضراتكم عارفين بقى بشكل سريع جدا. وانا بطلب برضو من الناس عشان المحتوى التافه ما يتنشرش اكتر، والمحتوى اللي هو العادي ما يتنشرش اكتر ويتنشر فيه المحتوى اللي هو المفيد، ان اي حد يجيله محتوى غير هادف على اليوتيوب او على الفيسبوك او انستجرام او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي، في 3 نقاط اللي موجوده في الجنب يدخل عليها ويختار كلمه اخفاء مثل هذا المحتوى او بما يدل عليها، يعني هتلاقي متنوعه بين المنصات لو الفيديو ما عجبكش. وبطلب برضو من الناس اي فيديو غير هاتف ما يقفوش عليه اكتر من 3 ثواني، لان مجرد بس ما يقفوا عليه ويتفرجوا اكتر من 3 ثواني المنصات كلها تقلب نفس نوع المحتوى ده. يعني مثلا لو حضرتك يعني ما بتحبش الكوره واتفرجت على فيديو واحد بس لمده 3 ثواني فوق، هتلاقي الموبايل كله اتقلب بفيديوهات كوره. هي دي الالجوريزمز او الخوارزميات. بالظبط. طيب باشمهندس، خليني اعرف من حضرتك كمان اكبر منصه تواصل اجتماعي او اكتر منصه
استخداما حول العالم؟ هي أكتر منصة تواصل اجتماعي استخداما حول العالم الفيسبوك طبعا، حيث يبلغ عدد مستخدميها 2.9 فيسبوك مليار ولا تيك توك؟ مستخدم الفيسبوك. واللي بعدها منصة يوتيوب يبلغ برضو عدد مستخدميها 2.5 مليار مستخدم، وبعد كده واتساب 2 مليار مستخدم، والانستجرام 1.4 مليار مستخدم، وبعد كده بيجي الويشات اللي هو في الصين فقط 1.3 مليار مستخدم. طب في ترتيب التيك توك في كل المنصات دي فين يا فندم؟ المفروض ان هو من اكثر ايضا منصات التواصل الاجتماعي استخداما. بالظبط، هو حاليا التيك توك اشهر منصات استخداما، ولكن ليس يعني ليس اكثرهم، لانه هي المنصات القديمه دلوقتي بتلم اكثر حسابات ناشطه حاليا، ولكن التيك توك برضو اشهرهم واشهر منصات استخداما من ناحيه الفيديوهات القصيره. ولكن بالحسبه الاخيره اللي موجوده واللي انا اوريدي دايما ببحث عنها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبالاخص جوجل بارد، لانه بيكون متحدث لاخر لحظه، اخر احصائيه موجوده ان الفيسبوك هو اعلى منصه طبعا موجود عليها حسابات نشطه في شهريا، يعني 2.9 مستخدم مليار 2.9 مليار مستخدم، وشهريا برضو الحسابات النشطه فيها هي اقوى حسابات نشطه موجوده على الفيسبوك. طب انا اللي فاهمه ان منصات التواصل الاجتماعي غير منصات الفيديوهات القصيره، يعني حضرتك ادركت الواتساب حتى واليوتيوب والتيك توك في منصات التواصل الاجتماعي. انا افهم التواصل الاجتماعي ده زي اكس اللي هو كان تويتر سابقا، زي انستغرام، زي فيسبوك. بالظبط. والتاني منصات فيديوهات. اتفضل. هو حضرتك زي ما قلنا الاول ان منصات التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى فيها تنوع المحتوى، ولكن لو هنمسك مثال حي، الفيسبوك دلوقتي بقى فيه الفيديوهات القصيره، بقى فيه برضو المقالات العاديه، بقى فيه السياسيين يقدروا يدخلوا ويستخدموا الموضوع ده، وخصوصا ان بعد ما تويتر اتباع وتحول لاكس الناس قلت بكتير قوي وفرضوا رسوم شهريه عليه، فبالتالي الناس لجأت لمنصات اخرى زي فيسبوك وانستجرام وغيره، وابتدوا ان هم يحطوها منصات رئيسيه، وخصوصا بعد ما شركه ميتا عملت برضو التطبيق الخارجي اللي هو ثريدز ده، رغم ان هو انتشاره قل شويه، ولكن الناس دلوقتي ما بقاش يهمها المنصه الرئيسيه ويفضلوا ماسكين فيها، لا، المنصه اللي بيكون فيها تنوع المحتوى وميزات جديده هي اللي بتجذب الناس ليها، وخصوصا بعد اخر تحديثات الفيسبوك اطلقتها، زي مثلا الريلز لما حطوها في الفيسبوك مؤخرا، انستجرام ريلز برضو، دي خلت الناس تخرج برضو من تيك توك شوية وتروح للفيسبوك، لأنه الفيديوهات الشورتس اللي موجودة في الفيسبوك مختلفة عن التيك توك، مختلفة عن الشورتس فيديو في اليوتيوب. صحيح. وهكذا. على أي حال يعني يظل طريقة الاستخدام هي الأهم، وسلاح ذو حدين، إما أن تستفيد منه بشكل قوي، تتعلم منه على اليوتيوب، تكون صداقات مع ناس بالفعل مؤثرين، أو يعني تذهب إلى المحتوى التافه، ده خيارك انت كمستخدم. بنشكرك المهندس احمد طارق، خبير التكنولوجيا المعلومات، على هذا الطرح وهذه الاضافه.